محطتنا الأخيرة لليوم ضمن مساحة الثقافة رح نتعرف عن الفن وبانوراما على حفل الفنان السوري الكبير صفوان بهلوان الذي كان بدار الأسد للثقافة والفنون. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصرنا نرحب بالناقد الإعلامي ملهم الصالح. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن الحدث الكبير، عن الحدث الفني اللي صار، حفلة الفنان صفوان بهلوان. خلينا نحكي عن الحفلة، عن أهميتها، وأول مرة بيطلع بدار الأسد بدار الأوبرا الثقافة والفنون. خلينا نحكي عن أهمية هالصعود إلى المسرح وأهمية هاليوم. الحقيقة الموسيقار صفوان بهلوان هو واحد من القامات السورية الهامة جدا على مستوى الوطن العربي، ولا أبالغ إذ قلت أنه أيضا على المستوى العالمي. صفوان بهلوان من جزيرة أرواد العزيزة على قلوبنا، مواليد 1953. في عام 1970 أعلنه عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير، مطربا، وأوكل إليه تجديد أعماله كافة. يعني طبعا بس خليني نوه أنه ب 1970 تقريبا كان عبد الوهاب عمره 70 سنة، يرى أمامه فتى بعمر 16 سنة يعني يغني ويغني أغاني بكل جودة وتقنية. وبالتالي قدموا عبد الوهاب من خلال تسجيل أسطواني على حساب عبد الوهاب لواحدة من أغاني جددها صفوان بهلوان، هذا عام 1970. مع بداية الثمانينات طبعا الحدث الهام الذي أعتقد أنه في خلد الكثير من السوريين هو جبهة المجد، عمل جبهة المجد، غناء الكبيرة الفنانة ميادة الحناوي، وأيضا كلمات محمد مهدي الجواهري الشاعر الراحل، ألحان صفوان بهلوان. هذا العمل الحقيقة الذي بشر بملاحم وطنية موسيقية وغنائية لم يسبق لها مثيل في المستوى السوري. الحقيقة هذه التجربة أيضا لحقها بسيمفونية الربان والعاصفة، والتي عزفتها الفرقة الأوركسترالية الفيلهارموني في برلين، ودارت أيضا الحقيقة مسارح أوبرالية عديدة في العالم. انقطع صفوان بهلوان عن المشهد السوري الفني والثقافي بأواخر التسعينات. تمام. أي يعني نحن اليوم على مسافة قطيعة يعني ربع قرن، 25 سنة ساري. نعم. تخيلي من الانقطاع. من هنا تأتي أهمية هذا الحدث الذي طبعا يعني ندين بالفضل لوزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح، لوزارة أيضا السياحة، لدار الأسد للثقافة والفنون، وأيضا لمديرية المسارح والموسيقى في أنهم تعاونوا جميعا لأن تكون هذه المناسبة. وكان الحقيقة حفل يعني من العمر كما يقال، وهو كان اختتام لأيام الثقافة السورية لعام 2020. نعم، يعني مثل ما بيقولوا كان ختام مسك مع القامة. نعم. الكبيرة، وأكيد كل الشكر للجهود المبذولة مثل ما ذكرت. خلينا نتحدث عن هذا العمل اللي أقيم، كان في له تحضيرات معينة، كان في بروفات أيضا، نحكي عنها شوي. تمام. هلا سالي الحقيقة هذا الملف يعني أنا ما بتخيل قديش سعيد، هلا عم بحكي كإعلاميين نحن مع بعض. الحقيقة أنا أجريت حوار تقريبا من 3 سنوات مع الموسيقار، وأبدأ لي استياءه وامتعاضه، وأنه أنا الحقيقة يعني أوبرا دمشق لا أعرفها ولا تعرفني، مع أني أزور يعني مسارح الأوبرالية في الوطن العربي وأفتتح الكثير منها. الحقيقة حاولت أن يصل هذه الرغبة أن تصل إلى المعنيين، أو هذا الامتعاض أو هذا العتب، وبالتالي تضافرت الجهود كما قلت يعني خلال 3 سنوات. الآن موضوع التحضير، يعني الحقيقة لفتني أنه بعد هذه التجربة المديدة، بالمناسبة عبد الوهاب قدم صفوان بهلوان عام 1970، ليعود عبد الوهاب بصوته يقدم في 2020 يعني بعد 50 سنة، ليقدم صفوان بهلوان أيضا على الأوبرا. يعني نحن أخذنا نفس الكلمة اللي موجودة على الأسطوانة اللي يقدم فيها عبد الوهاب، يقول أني أقدم للشعب السوري المطرب صفوان في أغنية، فقدمناه بعد 50 سنة. تخيلي هذه التجربة، كان وكأنه يظهر على المسرح يعني للمرة الأولى. أنا كان لي شرف أنه رافقته بكامل التفاصيل الحقيقة في التحضيرات. ما بتخيلي قديش كانت
ممتعه وشاقه ايضا البروفات الحقيقه اللي لازم نتوجهها، بالشكر للفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه بقياده طبعا المايسترو عدنان فتح الله، وكان هي الحميميه، العلاقه الحميميه يعني وتراسل الاجيال، يعني انت بتعرفي العازفين من اجيال متعدده، والاستاذ صفوان الله يعطيه طول العمر يعني ايضا من الرواد ومن المتقدمين، فكان هي تبادل الرؤى وتبادل الحقيقه الخبرات كان من المهم. ايضا ضمن البروفات بالمناسبه زار الموسيقار صفوان بهلوان زار المعهد العالي للموسيقى، وهي الزيارة الثانية له، واطلع على أيضا طلاب الغناء الشرقي وسمعهم وأعطى بعض الملاحظات يعني لمن يعني يحتاج إليها. والحقيقة هذا الاندفاع وهذا الشغف وهذا الرد، برجع بقول أنه عم نراكم نحن على هذه الخبرة، أعتقد أنه بل أجزم أنه صفوان بهلوان قام سوريا يعني يجدر بناء أن يعني ناخذ منها ما نستطيع القدر. نعم. الذي نستطيعه نستفيد من خبرتك. انت امام كائن الحقيقه يعني غريب من حيث القدرات، من حيث المهارات. صحيح. في الشعر، في الرسم، في التاليف الموسيقي، في الالحان، في العزف، في الغناء. فبالتالي الحقيقه يعني انا كما اطلقت عليه انه هو الربان، الحقيقه فعلا بتلاقيه ماسك باكثر من خيط، ولديه رؤى يعني رؤى هامه جدا موسيقيه، واعتقد انه هو قادر على يعني هو ينبوع فياض لا زال معطاء. نعم. ويجدر بنا ان نراكم على التجربه اللي اشرت لها بالبدايه، اللي هي الملاحم الوطنيه الغنائيه التي يعني الحقيقه دخلنا في هذه النوعيه مع صفوان بهلوان. اكيد. خلينا نحكي، بالرغم من الحظر الجزئي بسبب فيروس كورونا كان في جمهور بالحفل من متذوقي الفن الاصيل، خلينا نحكي كيف كان تفاعل الجمهور، كيف كان تفاعله مع القامة الكبيره. تمام. خلينا نحكي عن هذا اليوم المميز. سمر، الحقيقه اللافت انه الجمهور لم يكن فقط في الحفل، يعني ساري حتى بالبروفات كانوا يجوا الاصدقاء المقربين اللي صار لهم زمان مو شايفينه لصفوان، كانوا يجوا يحضروا. فكانت حتى البروفات بالمناسبه هي يعني حفلات مصغره بيجي بيحضرها العديد من المهتمين او الاصدقاء المقربين. الحفل ساعات على اعلان بيع البطاقات او فتح شباك التذاكر، يعني كان سولد اوت، بيعت التذاكر يعني بالكامل. والحقيقه كان حضور نوعي جدا من المثقفين، من الذواقه، وكان في عتب كبير من ايضا من الجمهور محب انه يعني اجى وما لقى تذاكر او ما لقى مكان. لكن الحقيقه اللي بيعزي، انا ما عم اقول البديل الكامل يعني او الذي يغني، لكن اللي بيعزي انه كان في هناك بث مباشر يعني للحفل، واعتقد ايضا انه التلفزيون السوري صور هذا الحفل وسيبثه قريبا. أكيد. ما يا رب. يعني خلينا أيضا بعد هالأمسية الجميلة نحكي عن فرق صغير بينه وبين أماسي. هل كان في فرق ولا؟ هلا الأماسي هو مشروع الحقيقة عمره تقريبا 4 سنوات مع وزارة الثقافة. من تقريبا من سنة توقف هذا المشروع. يعني بهدف انه ان نصدره في حله جديده، واليوم نحن على باب ان شاء الله يعني ب 2021 بالعام القادم ببدايته ستنطلق اماسي لتجوب سوريا، يعني بمعنى انها باتت اماسي سوريا، يعني سنزور المحافظات السوريه ونلتقي بالقيه فيها ونحاورهم. أكيد. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، وأكيد تحية كبيرة للقامة الفنية العظيمة صفوان بهلوان، شكرا لوجودك معنا. بدنا نشكرك زميلنا الناقد الإعلامي ملهم الصالح، وأكيد نحن حيكون لنا وقفات ثانية بفعاليات أكبر أكيد على جميع المحافل السورية، شكرا لوجودك كل معنا. كل الشكر.